ابو طراد اضرب اطرح شيخ مشايخ اخر الزمن انزل اكب الزباله. الو هلا 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 ابو عارف. يا زلمه بالله بهدله شو بده يكون يعني. والله نويت اتجوز خلاص. ما انت بتعرف يعني كبرنا على العزوبيه والواحد عنده احتياجات يعني. يخرب يخرب شيطانك ولك مش هذا اللي بحكي عنه. لا لا يعني جلي طبيخ ولاد سواليف. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نسوي يعني؟ يلا يلا هذا الامل والله هذا الامل هذا الامل. As usual, Tarad was being nosy and went through all my friends on Facebook. He liked one girl in particular. Her name is Jessica. Paintball. I love man in this uniform. Hello. عطرت. اسمع وينك؟ بالبيت. بدي شو اسمه بدنا نبطل نلعب طابة من اليوم رايح. رح نلعب لعبة كتير راقية وكتير كويسة والبنات اللي برا من الأجانب بحبوهم كتير وبحبوا الشباب اللي بيلعبوها. شو هي؟ بينت بول. شو هاي؟ بينت بول يعني كلها لعبة طخطخة ورجولة وشهامة ولبس جيشي وأشياء زي هيك فالبنات بحبوا كتير هذا الاشي. اكتشفت لك هذا الاكتشاف جديد. متى رح نروح نلعب بينت بول؟ بكرة لأنه بدي أخلص امتحان. أنا أنت مش فاهم أنه بدي عشان اللبس. طيب نروح عند خالي ساكن بالبقعة عنده لبس الجيش نروح نجيبه أنا وياك. طب خلص ماشي تمام. مهم خالك أنت عندي. يلا باي. Lisa would do all this for me. Now I gotta wash my clothes. I have no idea. I gotta hang this line up. I don't even know how to tie a knot. That Boy Scouts was 20 years ago. How? I don't know what I'm doing. Oh, gosh. ولك شو ها؟ لك هي طريق اللي تدخل فيها عجهنم. أنت كنت بكشافة صح؟ لا لا ما كنت في كشافة كنت كل خبرتي في الجيش. لا لا طلعني من الموضوع اللي أرضى عليك. أبو طراد شكرا عشان أنت تجيب بس لو سمحت بدي أكون لحالي. آسف تعرف أنت أحسنا أمريكيين بعرف كل شوارع أوروبا كله بندحر مصاري كثير شو كنت تسوي؟